حل من اتنين، تستخدمها في الأنشطة اللي هي بتدير عليك الأرباح، تخليها في الخزينة بتاعت الشركة كده من غير أي أنشطة. هنا المهم عشان الشركة تكون ماشية تمام إن أنا أعرف إيه الكم اللي لازم أخليه في الخزينة as a liquid سيولة عندي، وإيه الكم اللي لازم أدفعه أو أبعته إن هو إيه في حاجات تدير أرباح. عندي الليكويديتي عالية جدا، دي مش حاجة كويسة، معنى إن أنا عندي ليكويد عالي جدا إن أنا كده عندي بيسموها رأس مال عاطل idle capital. أنا لازم أعرف منين إنها عالية جدا أو قليلة. لو مثلا هعملها مقارنة مع الإندكس، لو مثلا الإندكس بيقول نسب الليكويديتي لازم تكون من 2 لـ 2.5%، وأنت عندك مثلا 5% كده تقدر تقول عالية، لأن ما ينفعش تقول في المطلق كده إنها عالية، لازم يبقى ليها إندكس معين تقارنه بيها. الشركة دي ليكويد، ده معناه it can't satisfy short term liabilities. الشركة دي فيها سيولة كتير، فأي short term liability عليا أقدر يعني أدفعه، ما فيش عندي ما في مشاكل. بقى المديونية اللي هي debt أو اللي هي solvency أو leverage، دي اللي هي لما يقولك دي اللي هي ما يقولك إن الشركة دي solvent، يبقى it can't satisfy long term liabilities. ولما يقولك الشركة دي liquid يبقى دي it can satisfy short term liabilities، ولما يقولك الشركة دي solvent يبقى دي it can satisfy long term liabilities. طبعا الديت ده برضو النسب اللي هي الديت ريشيو او النسب اللي هي المديونية بتقيم الريسكنس بتاع الشركة. كل لما الشركة اخدت قروض اكتر، ما كانت الشركة كده معتمدة في الكابيتال ستراكشر بتاعها، معتمدة كده فيها على ديون اكتر، كده الريسك بتاعها الريسكنس بتاعها عالي، يبقى كده قدرة الشركة دي على جلب أموال أكتر هتقل. كده لازم نراعي إن النسبة بتاعت الديت دي ما تكونش عالية.